يا نهار اسود ومنيل ب 600 نيله، ده ايه اللي بيعملوه ده؟ بيسحروا للحاج، عايزين يربطوه معاهم وبس عشان يكرهني ويبعد عني وينساني. معقول هما بيفكروا كده؟ ايوه يا حاج، شفت بيعملوا ايه وانا بعمل ايه؟ شفت اللي بيعمله الخير واللي بيعمله اعمال؟ انا قلت بصراحه شاهدك واقول لك، ما قدرتش اسكت لحد ما يرجع الحاج، بصراحه كنت هطق من جنابي. ادي بنت اخوك ودي اللي عامله نفسها بتاعه ربنا، الاتنين حطوا ايديهم في ايدين بعض عايزين ينطروني ويبرطعوا هم في خير الحاج. بس يا بنت افصلي شويه، ايه بندقيه قالي ونازله رش؟ عاجبك اللي عملوه ده يا حاج؟ هو بصراحه اللي عاجبني قوي 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 دماغك السم دي. انا برضو يا حاج. ايوه انت يا حاج. انت يا بنت صورت الحاجات دي ازاي؟ بطريقتي ولعلمك بقى نشرتها على يوتيوب. على ايه؟ على يوتيوب. ده بيتاكل ولا بيشرب؟ حياتي مش حاسس ان هاليومين قطعوا بسرعه. هو انت الواحد ممكن يحس معاكي بحاجه يا مولانا؟ مش عم بقولك انت بتجنن. معقوله السعاده ممكن يبقى ليها كذا وش؟ مش عم بفهم عليك. يعني ممكن تعمل نفس الحاجة هي هي بس تحس إحساس سعادة مختلف. سبحان الله. لا في أشياء كتير لازم أعرفها، خبرني حبيبي شو في. يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كده ولا حاجة. أنا اللي مستغرب له إني بقالي كتير قوي ما حسيتش الإحساس ده. هيدا حبيبي لأنه أنت مدفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات. بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش عيشة كتير حلوة، عيشة أوروبية. شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله. طب ما تقولي الكلام بقى ده لأبوكي. ده شو بوبي؟ جايب لي الناس بتوع فرصة العمر اللي خاوت دماغي بيهم من يوم ما عرفته وقاعدين تحت وقال لازم أنزل أقابلهم. طب فرصة حلوة ليه ما بتنزلهم؟ في شهر العسل؟ ايه في شهر العسل، ما عم بقلك فرصة حلوة. ما كان من شوية الشغل شغل وطريقة أوروبية والأجازة ونكسدر ونبرم ايه؟ طيب حبيبي ما أنا بهمني مصلحتك كمان. يا حبيبتي أصيلة أصيلة يعني.
يعني اكيد هيبقى في عقود وفيها شروط معينه. اكيد يا حاج، هو في عقد بدون شروط؟ طب ما تسيبنا اسمع منهم يا حماية. اكيد في شروط يا حاج. حلو، انا عايز اعرف بقى ايه الشرط اللي ما فيهوش تفاوض، وازاي عرفت انا بكسب كام عشان تقولي تلات اضعاف؟ بدي اعرف. خير يا حاج، شايفك ساكت وما رديت على الناس اللي بدهم يعملوا معك بزنس. انا قلت هفكر واعتقد ده من حقي. بس يا حاج هيدا عرض جميل جدا ورائع، هيدول عرضوا عليك ثلاث اضعاف زباين بدهم بضاعتك بالاسم والماركه. ما انا بقول لك انه عرض هايل وصعب يترفض طبعا، بس انا عندي التزامات مع شركات تانية لازم اشوف ازاي اخرج منها، مش عايز اللي اكسبه من هنا اخسره هناك. انا شايف انك اقتنعت يا حاج. العجلة من الشيطان يا حماية، عايزين الصبر منه، نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها ازاي. يعني هالعملية هيدي لو تمت صح يا سلام قديش فيها مكاسب. ما هو عشان تتم صح يلزمها وقت وتفكير وتخطيط، وبدل ما الثلاث أضعاف ممكن يبقوا أربعة وخمسة كمان. برافو يا صهر، والله شخصيتك بتقول إنك تاجر وابن سوق محنك بجد. تلميذك يا حماية العزيز. طبعاً إذنك هروح وصل الجماعة. اتفضل. بقول لك يا حاج، الراجل ده أنا مش مستريح له، وما تعرفش عمل فيا إيه. ده عارف، وعارف إنك اتنيلت واتدهولت على عينك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ وعرفت منين يا حاج؟ باين على وشك، انت مش شايف؟ وريني. يا نهار اسود، ايه يا تكنيله فضحتنا. وان انا ما عملت حاجه. ما انا عارف انك ما عملتش ومتاكد كمان. عارف ليه؟ ليه؟ عارف ايه؟ عشان انت خلاص بقيت عينه ابو سميحه. ابو سميحه ولا مش سميح؟ يا حاج انا ده انا لو دورت هلاقيكم ابو سميحه كمان. طب بقول لك يا حاج، انت ناوي تخش الشغلانه مع الراجل ده؟ انت مالك؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، اوعى تتدخل فيها شحاته. اوعى تتدخل في حاجه ما تخصكش. الله يبارك. انت المطلوب منك تكلمهم في مصر، تقول لهم بكره احنا راجعين ان شاء الله. ايه ده؟ بكره بكره؟ امال بكره امبارح؟ طبعا انت متضايق، وريني متضايق. هبقى اجيبك لوحدك يا شحاته. طب العروسه دي هتعمل فيها ايه؟ ده صوت شحاته ده؟ ما. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته. لا حول ولا قوه الا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حاجي فواز، أنا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعض أكتر. بعرف إن الوقت منه مناسب لأي حكي. هيدا بيزنس كارد تبعي، في كل اتصالاتي، أتمنى إن يحصل بيناتنا اتصال. في حاجات كتير ممكن نحكي فيها. حصل ان شاء الله. سميحة والغايب حجيته معايا يا اختي. الحاج وصل، الحاج وصل. يا ما انت كريم يا رب، الف بركه.
يا حبيبي ده وحشني قوي.